السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي اللهم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحلى يوم في حياتي يوم ما مشيت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. كان دايما لساني عامر بذكر الله، وكان قلبي طايف حوالين عرش الله سبحانه وتعالى. كنت عايش أجمل أيام حياتي، ولكن بعد فترة مش عارف إيه اللي حصل، قلبي اتغير. مش ده القلب اللي أنا عارفه، مش ده القلب اللي أنا اتعودت عليه. بدأ يبقى قلبي بعيد، ما عادش حاجة بتأثر فيا. بحضر بدل الدرس 2 و3 و4 ومش بتأثر. بفتح المصحف وأقرأ الآيات مش حاسس بأي تأثر. الناس حواليا واقفة في الصلاة عمالة بتعيط وتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، وأنا واقف تايه مش حاسس بأي حاجة. قلبي بقى كله حيرة وسوء ظن باللي حواليا، بقى جوايا توتر وخوف من كل حاجة، مش عارف إيه اللي حصل. لما تيجي تبحث في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي الإجابة في طريقين، في قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في طريقين، في طريق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، في طريق الخشوع. الآية اللي شقت قلب الفضيل بن عياض وهو طالع يسرق لما كان حرامي، وسمع واحد بيقوم بها الليل وقعد يصرخ بأعلى صوته ويقول بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، وتاب إلى ربنا سبحانه وتعالى. ده طريق. وفي طريق تاني فطال عليهم الأمد، هو ده بقى طريق قسوة القلب. كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: والله ما مر على نزول هذه الآية، أو ما مر بعد أن عاتبنا الله بهذه الآية من بعد إسلامنا، إلا 4 سنين. 4 سنين بس كانت نازلة الآية دي بتعاتب الصحابة. 4 سنين بعد الصلاة ورا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب الصحابة وبيقول لهم ألم يأن للذين آمنوا، ما جاش وقت بقى أنك تخشع. لكن للأسف في طريق قسوة القلب، القلب اللي اتغير، القلب اللي بقيت بتنكره. الصحابة لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دفنوه أنكروا قلوبهم، حسوا أن القلوب اتغيرت أول ما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، أول لما افتقدوا القعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي طريق فطال عليهم الأمد. طال عليهم الأمد إنك أنت مش بس بتقع في المعصية، لا ده أنت بتستمر الوقوع في المعصية. يعني بتعمل المعصية مش بتتوب بعدها على طول، لا ده المعصية ورا المعصية ورا المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. علامة سودة في القلب، علامة سودة في القلب، لحد لما يتراكم عليه ويكون الران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنك انت الران بقى على القلب، إن القلب مش بس وقع في المعصية، لا ده طال عليهم الإيه؟ الأمد. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قالك إيه ذلك دي؟ ذلك يعني لما أوامر كتير ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بيها وهم كانوا بيخالفوا فيها وما كانوش عايزين يعملوها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ده في حتى الحجارة في منها بيتفجر منها الأنهار، وفي منها بيهبط من خشية الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا إمتى قست قلوبهم؟ من بعد ذلك، من بعد لما كانوا بيجي لهم الأوامر وما بيطبقوهاش. عشان كده من أكتر أسباب قسوة القلب إنك تتعود على عدم التطبيق. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى هو من كتر ما بيسمع الأوامر وما عادش بينفذ بدأ يبقى قلبه قاسي. من كتر ما تعود إنه يسمع دروس كتير ويحضر دروس كتير ولكن يسمع وما يطبقش. عشان كده مهم قوي اتعود إنك تطبق. طبق ولو 10%، طبق ولو 5%، طبق ولو حاجة واحدة بس. اتعود إنك لما تسمع حاجة تطبق. عدم التطبيق ده بيعمل بعد فترة لا مبالاة،
بيعمل بلادة، بيعمل بعد كده قسوة القلب. عشان كده خد بالك من الذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. يبقى خد بالك الذنوب من أكتر الحاجات اللي بتعمل لك قسوة في القلب، إنك تقع في الذنب ورا الذنب ورا الذنب، إنك تتعود إنك تسمع وما تطبقش. ده طريق فطال عليهم الأمد، اتعود إنك أي حاجة تعملها تطبق. طيب أعمل إيه بقى عشان أخرج من قسوة القلب دي؟ في حاجات كتير جدا. الله سبحانه وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى مسألة قراءة القرآن، إنك تعرض قلبك للمواعظ، الحاجات دي كلها مهمة جدا. ولكن يقول لك أنا إيه، أنا وصلت لمرحلة إن أنا حتى القرآن ما عادش بيأثر فيا، إن أنا الدروس ما عادتش بتأثر فيا. هقول لك أربع حاجات، أربع حاجات لو عملتهم إن شاء الله هتحس بفرق كبير جدا، ولو ما عملتهمش ما ترجعش تشتكي، لأنها حاجات سهلة جدا جدا، وربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب في إن القلوب تلين. جاء برجل الحسن البصري فقال: إني أشتكي قسوة قلبي، فقال: أذبه بالذكر. يبقى من أهم الحاجات إنك أنت تذيب بها قسوة القلب دي ذكر الله سبحانه وتعالى، إن دايما لسانك عامر بذكر ربنا سبحانه وتعالى، إنك دايما عمال بتذكر ربنا وتستغفر ربنا. ابن القيم كان يقول: يعني صدأ القلوب في شيئين، الغفلة والذنوب، وجلاؤه في أمرين، الاستغفار والذكر. يبقى دايما لسانك بيستغفر، دايما لسانك بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. الذكر ده يا جماعة من أسهل العبادات، من أسهل العبادات على الإطلاق. طيب أنا دلوقتي بشتكي من قسوة القلب، يا عم حرك لسانك، حرك لسانك، ده أسهل عضلة في الجسم كله حركة اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يعني الكلام خفيف بس أنت إيه، أنت انطق وتكلم. فأول حاجة يا جماعة الذكر. تاني حاجة مهمة جدا جدا في موضوع قسوة القلب ده الدعاء. قول: يا رب أنا قلبي بقى قاسي جدا، يا رب انقذني، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. إنك بتستغيث بربنا سبحانه وتعالى، تقول له: يا رب أنا مش عارف أعمل إيه، يا رب أنا قلبي ما عادش زي ما كان، يا رب أنا قلبي دوت مش هعرف أقابلك بيه. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب ده يا رب مش هعرف أقابلك بيه، يا رب صلح لي قلبي ده. الحاجة التالتة يا جماعة ذكر الموت. الموت دايما هيفضل من أكتر الحاجات اللي بترقق القلب، مهما كان قلبك قاسي، مهما كنت بعيد. يعني احنا مثلا ممكن في مهنة الطب بنشوف موضوع الموت ده كتير جدا، ومع ذلك يظل برضو في أوقات الموت بيأثر فيك جدا. كنت مرة جاي من على الطريق وربنا عافيك وشفت حادثة على الناحية التانية من الطريق، حادثة جديدة جدا. فأنا من عادتي لما بشوف حادثة بنزل لسببين، لأن أولا دكتور فبنزل يمكن أحاول أساعد بأي حاجة أو كده، حاجة تانية عشان لو في أي موعظة الواحد يستفيد منها. نزلت والله يا جماعة لقيت عربية كان فيها ثلاثة، الثلاثة اثنين راكبين قدام واثنين ورا، الاثنين اللي ورا واللي راكب قدام جنب السواق الثلاثة ما حصلهمش أي حاجة ولا تمسوا بأي حاجة. وربنا عافيكم اللي كان سائق العربية يعني اتفرم، مات فورا، يعني حتى بتاع الإسعاف ما فكرش إن هو يشيله. شوف بقى المنظر، الراجل اللي مات ده كان رايح يدفن أخوه في القاهرة، مات وهو رايح. تشوف بقى الراجل اللي كان معاه وهو بيكلم ابنه، ابن الراجل اللي مات بيقول له: ده أبوك مات. قال له: لا، عمي هو اللي مات. قال له: لا، ده أبوك مات دلوقتي في حادثة، كان رايح يدفن أخوه، مات هو كمان والعياذ بالله. ربنا رب يرحمهم الاثنين. طيب يبقى احنا يا جماعة دايما خليك متذكر الموت، الموت دايما بيرقق القلب. طيب يبقى احنا قلنا أول حاجة ذكر الله سبحانه وتعالى، الحاجة الثانية تذكر الموت، الحاجة الثالثة الدعاء، أو الثانية الدعاء والثالثة تذكر الموت، الحاجة الرابعة مسألة يا جماعة العمل الخيري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي عايز يلين قلبه يعمل إيه؟ يمسح على رأس اليتيم. العمل الخيري وإنك تشوف الفقراء والناس الغلابة، الموضوع ده يا جماعة بيرقق القلب جدا جدا جدا. يبقى الخلاصة إنك أنت لا تسكت على هذا القلب، القلب ده مش هينفع تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. يعني كان الإمام الشافعي بيقول في شعر جميل قوي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما،
عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. يعني إنك تقول يا رب مليش غيرك، يا رب مش هينفع أقابلك بالقلب ده، يا رب القلب ده مش اللي أنا عارفه، يا رب القلب ده مش اللي أنا عايزه، أنا عايز قلب سليم أقابلك بيوم القيامة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة، وأنس الرضا يا رب قد حل في الصدر.